وبشأن البيان الذي أصدره أو أصدرته اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي بشأن الذكرى 19 لاحتلال بغداد، ينضم إلينا عبر سكايب عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي عبد القادر النايل. أهلا بك سيد عبد القادر معنا. يعني بداية 19 عاما على احتلال العراق من قبل القوات الأمريكية والبريطانية كما تعلم، السؤال هنا كيف يبدو العراق بعد 19 عاما من الاحتلال؟ تفضل. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم العراق الكرام. العراق بعد 19 عاما من الاحتلال فهو دخل في حقيقة النكبة العراقية مثل هذا اليوم، وبالتالي دخل في نفق مظلم. بعد 19 عاما لا زالت دماء العراقيين تسير، وبالتالي جراحهم تتعمق، فهم يعيشون ما بين مهجر خارج العراق بملايين، وبين نازح في خيم، وبين لا يجد قوت يومه، وارتفاعات الفقر تشهد بذلك، فضلا على أن هناك تدميرا ممنهجا للتعليم في العراق. نتكلم عن ملايين الشباب والأطفال الذين يتسربون من المدارس بسبب الضيق الاقتصادي وبسبب عدم وجود سياسة تعليمية، وبالتالي الأمراض تفتك بالشعب العراقي. يعني نسجل يوميا مئات الحالات من حالات السرطان لا سيما في البصرة، وولادات المشوهة في الفلوجة لا زالت مستمرة، وبالتالي العراقيون بعد 19 عاما هم في مأساة تتعمق وتضرب أطنابها على جميع العراقيين، وبالتالي أزماتهم مستمرة، لذلك هو يوم النكبة بامتياز. سيد عبد القادر، الاحتلال الأمريكي بشر بالديمقراطية وكذلك تأسيس عملية سياسية تكون نموذجا للمنطقة، بعد 19 عاما هل حقق الاحتلال ما بشر به على حد رأيك؟ واضح تماما الأمور بخواتيمها. العراقيون اليوم هم يعون تماما أن العملية السياسية في العراق ليست ديمقراطية، وهي أكذوبة واضحة، وأن وهم الديمقراطية كان واضحا منذ الأيام الأولى، رغم أن هناك غشاوة واضحة كانت بسبب الآلة الإعلامية التي مارستها قوات الاحتلال الأمريكية والإيرانيين الذين تعاونوا في تسويق الاعتراف بحكومات الاحتلال منذ اللحظة الأولى. فلا يمكن لاحتلال أن يفصل مقاسات على شعب لا يفهم ثقافته، ولا يمكن أن يتماشى مع ما يريده أو تطلعات مصلحته. هؤلاء جاءوا لسرقة وتدمير العراق، فلا يمكن للمدمرون أن ينتهجون نهجا سياسيا يعمر البلدان أو يستطيع أبناؤها بأن ينهضون. فمنذ تأسيس سلطة مجلس الحكم برعاية الاحتلال الذي أوجده بول بريمر، وقسم العراق على طوائف ومذاهب، ووزع ذلك على أحزاب محددة كلها مرعية من قبل إيران بنسب لا تعتمد لا إلى علمية ولا إلى منهجية، هو دخل في عالم عدم الديمقراطية. فلذلك لا وجود للديمقراطية في العراق منذ 19 عاما، وبالتالي ما يحدث الآن من انسداد سياسي وفشل ذريع لأطراف العملية السياسية الذين حكموا العراق بقوة السلاح المحتل واضحة تماما، لأن صراعاتهم ليست على مصلحة الشعب العراقي، إنما على تقاسم المناصب والنفوذ وسرقة الأموال العراقية. ومأساة العراقيين بسبب العملية السياسية واضحة للعيان، للقريب وللبعيد. إلى سؤال آخر الآن، يعني كيف ترى مجلس الحكم الذي أسسه الاحتلال والشخصيات التي اختارها لبناء عراق ما بعد الاحتلال؟ وهل كان الاختيار مقصودا آنذاك؟ من المؤكد هو اختيار مقصود بعناية، لأنه ناتج عن ولادة غير شرعية باتفاقات ما بين أمريكا وإيران، وهؤلاء تماما أرادوا تدمير الشعب العراقي ومن ثم الشرق الأوسط لصناعة الفوضى الخلاقة، وما بشروا به من شرق أوسط جديد يتم عبر تقسيم الدول على أسس طائفية ومذهبية. وبالتالي تأسيس مجلس الحكم وأحزاب السلطة الذين اشتركوا بإرادتهم بهذا المجلس هو لتنفيذ هذا المشروع الخطير بالمنطقة الذي أوقفته المقاومة العراقية. ومن هنا في هذه الذكرى نسجل اعتزازنا وفخرنا برجال المقاومة العراقية الذين مضى منهم بثبات وبدماء سكبت لأجل العراق إلى الله، ومنهم من ينتظر، ومنهم في المعتقلات من يعني يتعرضون إلى شتى أنواع التعذيب. لذلك هؤلاء من أوقفوا هذا المشروع الذي أراد أن يمتد، والذي نعيشه الآن في سوريا ولبنان واليمن، كان هذا المشروع يمتد منذ 2003. لذلك مجلس الحكم
برعاية إيران أخذ على عاتقه تنفيذ هذا المشروع الطائفي وتقسيم الدول العربية ومكونات الشعوب فيها إلى أسس طائفية يتم فيها التناحر من أجل التقسيم للشرق الأوسط الجديد. وبالتالي مجلس الحكم لا زال يحكم بقرارات سلطة الاحتلال إلى يومنا هذا، وذات الوجوه التي صنعتها آلة الاحتلال العسكرية هي التي تقود البلد بها إلى هذه اللحظة، والذين يعدون هذا اليوم يوم تحرير. لذلك هؤلاء الذين يعني ضربوا أكثر الأمثلة بالعمالة والخسة والتبعية للغرب على حساب شعوبهم ويفرحون باحتلال وتدمير بلدانهم، هؤلاء حقيقة لا يمكن أن يقول أن يقال لهم أن مجلس حكمهم كان ربما صائبا، أو يمكن أن يقال أن هناك سلطة حكم قد حكمت العراق. هؤلاء مجرد شذاذ الآفاق أرادوا تدمير العراق بإرادتهم، لذلك سيحاكمهم وسيأتي يوم من قادم للشعب العراقي يحاكم هؤلاء، وبالتالي سيذكرهم التاريخ بأبشع الأوصاف لأنهم خانوا بلدانهم ولأنهم كانوا جزءا من آلة الاحتلال. كيف ساهم الاحتلال في تسليم العراق للاحتلال الإيراني وما تبعها من تشكيل ميليشيات ترسم خريطة الحياة السياسية في العراق بالقوة؟ إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار، قبل الاحتلال كانت هناك مشاورات أمريكية إيرانية واتفقوا على احتلال العراق، وكانت هناك زيارات في مندوب الاحتلال أحمد الشلبي، هذا العميل اللص المجرم الذي حقيقة اليوم العراقيون يلعنونه بأشد عبارات اللعن، الذي كان عرابا للاحتلال. كانت زيارته مكوكية في لقاء قادة الحرس الثوري الإيراني والنظام الإيراني قبيل الاحتلال بسنة. لذلك توجت هذه الاتفاقيات إلى تسليم إيران المنطقة وليس العراق، ولذلك الإيران عندما جرى تدمير العراق ولفتح الآفاق للمنطقة ليكون هناك تخادما مع ما تريده أمريكا في خارطة الشرق الأوسط، وكذلك من حقيقة الضغط على الدول العربية والإسلامية من أجل تمرير مشروع الكيان الصهيوني. هذا الاتفاق الموجود المبطن هو الذي سلم الاحتلال الأمريكي لإيران مقاليد الحكم في العراق. ولذلك إذا ما رأينا أن سلطة الاحتلال في زمن بول بريمر ومذكراتهم الحالية التي يقولونها ومن ضمنهم قيادات الجيش الأمريكي آبان فترة حكمهم في العراق بالاحتلال، يذكرون كيف كانوا يتعاونون وكيف كان قاسم سليمان يأتي إلى العراق تحت حماية الجيش الأمريكي، جيش الاحتلال الأمريكي، وبالتالي يتجول. فضلا على أنه الأحزاب التي قاتلت مع إيران هي التي تسلمت الحكم في العراق، ولذلك اعترف أبطحي مستشار الرئيس الإيراني في وقتها أنه لولا إيران لما سقطت كابل وبغداد، لذلك كان التعاون وثيقا في تدمير العراق لأنهم يريدون ذلك. السؤال الأخير سيد عبد القادر، يعني العملية السياسية وميليشياتها التي تشكلت على عين الاحتلال رسخت الطائفية وارتكبت جرائم طائفية تحت ذريعة محاربة الإرهاب. السؤال هنا، أين المبادئ والقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تدندن بها أمريكا بشكل دائم؟ من المؤكد أن هذه الديمقراطية وحقوق الإنسان قد كشفت بشكل واضح تماما منذ اللحظات الأولى للاحتلال، لأن فضيحة أبو غريب للجيش الأمريكي واضحة في تعذيب السجناء، وكذلك رعايتهم لهذه المشاريع لأنهم يريدون حقيقة مشاريع تدميرية للشعب العراقي. لذلك حتى عملية التبجح بالديمقراطية كذبتها سلطاتهم أو أحزابهم الذين حكموا العراق، فقد قمعوا التظاهرات السلمية وقتلوا العراقيين، وبالتالي أمريكا أيضا قدمت خدمات للميليشيات الإيرانية في عملية تدمير المدن العراقية بحجة محاربة الإرهاب. وبالتالي هذه القضية تعتمد على استراتيجية تدمير الكتلة الصلبة البشرية الموجودة وتهجيرها من أجل حقيقة توفير أمن موهوم للكيان الصهيوني، وإيران تعمل بهذا الإطار. ولذلك ترى أن إيران خدمت وهي تعرض خدماتها، خدمت الجيش الأمريكي والاحتلال في العراق، وخدمت الاحتلال الروسي في سوريا، وبالتالي هي تفتح أبوابها للجميع من أجل أي مشروع يمكن أن يدمر البلدان العربية أو البلدان الإسلامية، ولن يتوقف مشروعها عند فقط هذه الحدود، فهي تطمح إلى تدمير جميع دول المنطقة سواء كانت عربية أو أخرى غير عربية إقليمية. بالتالي إيران تعتمد على
أنها تنتهك حقوق الإنسان، وهذه لو لم تكن هناك رعاية أمريكية لهذه القضية لما انتهكت حقوق الإنسان. لذلك أمريكا اليوم يعني انكشفت بشكل واضح تماما في العراق في ازدواجيتها وفي التعامل، والأزمة الأوكرانية حاضرة بذلك عندما حقيقة تتكلم بحقوق الإنسان لكنها ارتكبت فظائع ودعمت فظائع أخرى للأحزاب السياسية والميليشيات في انتهاكات حقوق الإنسان داخل العراق. عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي عبد القادر النايل، شكرا جزيلا لك.